السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ام هناء من قناه كل شيء في منزلي. اليوم راح ندير لكم نهضروا على نبته قطيفه، يعني كيفاش نغرسوها. ديجا غرسنا حنايا الزريعه تاعها، وما كاين نبتتها هي. هذه هي، حنا دائما نقولوا كيفاش نديروا باش نعرفوا بلي هذه هي القطيفه. نكتبوا دائما، نكتب هنايا قطيفه. انا قلت لكم هي اللي درت فيها هذا الصغير. ديجا نهار اللي كنت نغرس فيه قلت لكم ندير فيه واحد صغير، نعقلهم بلي هذا تاع قطيفة، بلي هذا تاع قطيفة على هكاك ولا بصح. اما دايما نقول بلي لازم تكتبوا اسم باش تعقلوا، خاصة كي ديروه في بوكبير. راني نعاود فيها ثاني، كل خطرة نعاود فيها. هذه قطيفة ها كي راهي، مازال راهي صغيرة ها. اما كي تكبر ان شاء الله نوريكم كيفاش كي تكبر، نتبعوا الطريقة بشوي بشوي بالتفصيل ان شاء الله باش تعرفوا كيفاش. هنا ها وكاين حبات اللي مازال ما ناضوش ها. هنا هاي الزريعه كيفاش ها تنوض. هاي هنا ثاني مازال ما ناضت، شوفوا يعني تنوض غير بالوحده بالزوج حتى تسيبو بو معمر. وكي يتعمر من بعد ان شاء الله يتكبر شويه تولي قد باش نقلوه. ندير لكم ثاني نوريكم كيفاش نقلوه في بو كبير، وخاصه اصحاب المشتلات او كي اللي يحب حتى في دارو ويحل، يعني عنده مرسو تراب ويبغي يغرس فيه ويدير مشتله صغيره غير في دارو. ثاني نقولوا كيفاش يدير ينقلو باش ما يكسرهاش، باش ما يكسرهاش ونقل. هذا ما حاجه مليحه خاصه وقت دوكا ربيع. هذا يوصل لنا ان شاء الله حتى للصيف باش يدير نوار. وبعد من هذا كي يكبر ان شاء الله دير ثاني زريعه، تعاودي تجددي دائما زريعتك بلا ما ظلي تشري. هذه هي، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.